دولية بالحوار الوطني الذي انطلق والذي يعد بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية يشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصري تكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة. يأتي هذا في الوقت الذي عقد فيه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، أكد خلاله على انفتاح الحوار الوطني على كافة المسارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسط مشاركة واسعة من كافة الفئات المجتمعية والخبراء والمتخصصين. الحوار الوطني ايضا ليس جهه تنفيذيه، ومن البدايه احنا استبعدنا زي ما قلنا الفئه دي، مش مسمى الاخوان، لا المسمى الداعي للعنف، وفي بعض الجهات مارست عنف وعملت مراجعات معانا في الحوار. وياتي انطلاق الحوار الوطني بعد عام من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي اداره المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافه التيارات السياسيه الحزبيه والشبابيه لاداره حوار سياسي حول اولويات العمل الوطني ورفع نتائج هذا الحوار الى رئيس الجمهوريه شخصيا. ويمثل انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها مساحات مشتركة من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن. من جديد لحضراتكم التحية مشاهدينا الكرام، وكما نوهنا عن وقفتنا الحوارية وتابعنا التقرير، متابعة الصحافة العالمية للحوار الوطني في مصر بتفرض التساؤل المطروح في هذا اللقاء، وهو تأثيره وانعكاسه على صورة مصر الخارجية. استضفنا ضيف كريم للحديث هذا الموضوع، هو الأستاذ جمال حسين الكاتب الصحفي الذي نرحب به كثيرا في هذا اللقاء. شرفتنا يا استاذ جمال. اهلا بك يا استاذ ايمن، انا اللي سعيد بالتواجد معك. شرفتنا يا فندم. اهلا بك. بدايه، يعني كيف تنظر الى الحوار الوطني حتى قبل الحديث عن الصوره الخارجيه؟ لانه هي ليست الهدف الوحيد وليست الهدف الاسمى، ربما يكون احد المكاسب طبعا، لكن في البدايه يهمني اعرف راي حضرتك كيف تنظر الى الحوار الوطني بشكل عام بدايه. الحقيقه الحوار الوطني حاجه جميله جدا، ويمكن احنا شفنا الاسبوع اللي فات الجلسه الافتتاحيه وقد ايه كانت الصوره حلوه، كانت صوره حلوه لجميع اطياف الطيف السياسي المصري، الطيف المجتمعي، المنظمات المجتمعيه، ان كل المصريين يجتمعوا على مائده واحده وعلى طاوله واحده للحوار، نتفق على مصر ولا نختلف فيما بيننا، لكن لا نختلف على مصر أبدا. ده فلسفة الحوار، من أجل حوار وطني مصر، من أجل دولة جديدة، مصر الجديدة التي تتسع للجميع، تتسع للجميع لكل أطياف اللون السياسي. هي هو ده فلسفة الحوار، ودي كانت دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أطلق دعوة الحوار قبل عام وشهر من الآن. الحقيقة كان هو ده هدفه، أن كل المصريين عندنا أولويات كتيرة للمرحلة المقبلة، بنستعد لبناء مصر الجديدة خلال السنوات القادمة بإذن الله. فكل ده محتاج أن المصريين كلهم يتفقوا على وضع أولويات ورؤى محددة وخارطة طريق حقيقية لبناء مصر الجديدة والأولويات. فالحقيقة كانت هذه الدعوة، وشفنا قد إيه الجلسات التحضيرية، عندنا كان حوالي 24 جلسة تحضيرية لمجلس الأمناء. الناس اللي ما كانتش بتقعد مع مصر مع بعض خالص قعدت مع بعض، وده كان يعني كمان يعني يمكن الحوار عمل حاجتين مهمين جدا، وده يؤكد ان احنا حوار جاد
مش حوار، مش مكلمة ولا للشو السياسي ولا الكلام ده كده. الحاجة الأولانية أو كانت نتيجة مباشرة للحوار الوطني اللي هو الموافقة الرئيس الفورية على الانتخابات، يظل الإشراف القضاء على الانتخابات ما بعد 14 يناير القادم. وده الحقيقة كلف الرئيس الجهات المعنية والأجهزة والحكومة أن هذا ينظر، وأعتقد سيتم الاستجابة لهم مباشرة. الحاجة الثانية، منذ أن أطلق الرئيس في إفطار الأسرة المصرية الدعوة للحوار الوطني، رأينا عدد المفرج عنهم كتير جدا، تم الإفراج عنهم استجابة للحوارات التي تمت بين أطياف المجتمع المصري وتأثيرها الإيجابي. شفنا 1400 تم الإفراج عنهم محبوسين احتياطيا، شفنا تدخل الرئيس شخصيا بالإفراج عن 15 ممن هم محكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية. فلما يفرج عن 15 محكوم عليه بقرارات عفو سياسي، كل دي نتائج مبدئية للحوار قبل أن يبدأ. فما بالنا إذا بدأ الحوار، أعتقد كل القضايا مطروحة، لا خطوط حمراء في هذا الحوار، كل القضايا ستطرح بكل شفافية، وأعتقد مخرجات الحوار هتكون مخرجات إيجابية، وسيتم إصدار تشريعات وقرارات من السيد الرئيس بعد أن تصدر عليه هذه المخرجات من أجل وضع خارطة طريق حقيقية لمصرنا الجديدة اللي احنا كلنا بنحلم بها بإذن الله. زي ما اتفقنا من البداية هنستمر شوية في الحديث طبعا عن الحوار الوطني بوصفه يعني شأن داخلي بيهتم بالقضايا الداخلية بالأساس، وربما بالدرجة التانية يهمنا طبعا أن يكون انعكاسه عن صورة مصر إن شاء الله إيجابية. إضافة لقضية الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا أو غيرهم، تقول لنا برضو وجهة نظر حضرتك في القضايا المطروحة، القضايا اللي بتمس اهتمامات الناس، القضايا اللي بتمس الشأن الداخلي بكل تفاصيله، بكل القضايا اللي يعني مرهوم بها مستقبل مصر. وزي ما حضرتك أشرت أكتر من مرة، هو حديث جاد يهدف لمستقبل أفضل إن شاء الله. بالظبط. القضايا المطروحة قضايا مهمة جدا، كل القضايا اللي تهم مصر، عشان كده اتعمل ثلاث محاور أساسية، محور سياسي، محور اقتصادي ومجتمعي، ومحور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي. المحور السياسي عندنا قضايا مهمة جدا، واعتقد الثلاث محاور اعتقد في تشابك بينهم، يعني لا نستطيع التحدث عن السياسة دون الاقتصاد دون المجتمع، ما فيش فصل يعني. عشان كده هم الثلاث محاور، حتى كمان في الجلسات اللي هتطلق الاسبوع القادم بداية من يوم الحد ان شاء الله، يوم الحد المحور السياسي، يوم الثلاث المحور الاقتصادي، يوم الخميس المحور المجتمعي. فعشان كده الجلسات كلها ماشية في خط واحد وخط متوازي. لو بصينا للمحور السياسي، احنا في منطقة يعني في تحديات كبيرة جدا في قلب الاحداث، شمالنا يعني الناحية الغربية ملتهبة، الناحية الجنوبية ملتهبة، الناحية الشرقية ملتهبة، حتى حوض المتوسط برضو في تداعيات كثيرة جدا. لما بصينا للنواحي الاقتصادية عندنا يعني مشاكل اقتصادية، عندنا تحديات اقتصادية كبيرة جدا، يجب أن يكون هناك قرارات وقرارات جادة وقرارات مهمة جدا لإخراج مصر من هذه الأزمة الاقتصادية اللي احنا كلنا ليست خافية على أحد، وأعتقد أن الدولة جادة في هذا المحور. المحور المجتمعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهد كبير جدا من ايجاد نهضه حقيقيه في النسبه المحور المجتمعي، وشفنا حاجات قرارات وحاجات تكافل وكرامه وحاجات كده كلها يعني التحام مع الطبقات الاجتماعيه وخاصه الانحياز للفقراء. يبقى احنا عندنا يعني حاجات كثيره جدا، ثلاث محاور اساسيه، هذه المحاور اتناقشت عن طريق 18 لجنه، وهذه المحاور لو حسبنا عدد القضايا اللي فيها حوالي 118 قضيه، 118 قضية ستوضع أمام كل الخبراء. مين الخبراء دول؟ رجال سياسة، رجال أساتذة جامعات، المجتمع المدني، المرأة، النقابات، الجمعيات، الأحزاب، 107 حزب سياسي مشارك، كل الخبراء وكل الناس دي موجودة عشان تتكلم مع بعض وتوصل لحل لكل هذه القضايا. كل قضية وكل محور عندما ينتهي النقاش به لا يتم التصويت على أي محور،
كل شيء هيتم بالتوافق. إذا تم التوافق على كل حاجة هترفع توصية للسيد الرئيس سيتخذ بشأنها قرارات أو توصيات أو عمل تشريعي. فأعتقد ده اللي احنا المأمول من الحوار المجتمعي. وأعتقد عشان كده احنا عندنا مستبشرين أمل. ويمكن أمل كبير خاصة بعد اللي احنا شفناه في الجلسة اللي بنقطة الأمل دي يا أستاذ جمال اسمح لي. وده يمكن أنا طرحته مع ضيوف كرام آخرين سابقين في الأسبوعين الماضيين. أمور تتعلق بفايدة الحوار في نضج التجربة المصرية تأكيد. يعني وده مش رأي شخصي قد ما هو رأي كمان أكاديمي يعني تمام. وتأسس ليه. أنا طبعا مش بفرض على حضرتك إجابة معينة لكن أنا بطرح السؤال من زاوية أخرى. كيف ترى درجة نضج الحياة السياسية المصرية أو درجة نضج الحوار السياسي المصري عندما جاء هذا الحوار بعد الدعوة طبعا لأطلقها السيد الرئيس في العام الماضي في شهر رمضان واستمرت 24 جلسة يعني مجلس الأمناء زي ما حضرتك أشرت. يعني لو حضرتك شفت من يوم دعوة حفل إفطار الأسرة المصرية يمكن تقريبا خلال السنة اللي فاتت كلها كان الحديث كبير جدا وبشغف كبير جدا من الداخل ومن الخارج. الكل كان متطلع للحوار الوطني. بعد الجلسة الافتتاحية اللي احنا كلنا شفناها ويمكن شفنا حققت أعلى مشاهدات يعني كل الناس كانت مركزة وفتحت التلفزيونات على الجلسة الافتتاحية وكان الكل الحقيقة كبير وصغير متطلع انه يشاهد هذه الجلسه الافتتاحيه ويرى ما يرى. الناس سمعت لكلمه الرئيس، الناس سمعت للمداخلات وشفنا قد ايه هذه المداخلات كانت مداخلات جريئه جدا وده يؤكد ان احنا ما عندناش خط احمر وان الدوله جاده في ايجاد حوار وطني حقيقي. معنى كده ان في شغف من الناس عندها في متطلعه للافضل وعشان كده الناس مشاركه ومتابعه دايما. يعني حتى لسه كنا بنتكلم مع مجموعه من اصدقاء صحفيين في جريده الاخبار وبنتكلم قد ايه هنتابع يوم الاحد ازاي الجلسات ويوم الاثنين ده المفروض هيتابع جلسات الاثنين الاحد هتتناقش بشكل اكبر يوم الاثنين والمحور الثاني يوم الثلاث. فالناس متطلعه والناس عندها في حاجات كتير مستنيه فيها تغيير. الناس محتاجه حدوث تغيير حقيقي واعتقد ان جلسات الحوار الوطني هينبثق عنها وحقهم يعني حق مشروع يعني حق مشروع والناس محتاجه تغييرات عشان تطلع للافضل. اسال حضرتك سامحني اتفضل يعني سؤال قبل موجز الانباء ونأجل شويه الحديث عن الانعكاس الخارجي لبعد الموجز رغم انه في ثلاث قضايا او ثلاث ملفات مستبعده من الحوار الوطني متعلقه بالامن القومي متعلقه بالدستور متعلقه بالشؤون الخارجيه او العلاقات الخارجيه. لكن انا بسال السؤال من زاويه ثانيه ككاتب صحفي لاي مدى بترى انعكاس فكره الحوار الوطني بالاجمال على تحقيق او تزكيه الامن القومي المصري في هذه اللحظه بالتأكيد. من عمر العالم كله مش من عمر مصر بالتأكيد. فقط بالتاكيد يعني. وطبعا احنا من يعني اعتقد من 2011 واحنا بدا الوعي يعني اللعب على الوعي كان مهم جدا. شفنا قد ايه الجماعات الارهابيه والدول الاقليميه ودول دوليه ومنظمات خارجيه كانت بتحاول تعبث بالوعي المصري لدى المصريين وكان بعض الشباب ينجرف. لكن في السنوات الاخيره ويمكن ده كان تركيز من السيد الرئيس انه قال القضيه المحوريه المصريه حاليا قضيه الوعي وشفنا قد ايه الدراما لعبت دور في الوعي والاحزاب والدوله بدات تنمي الوعي. حاليا برضو المدارس والجامعات بتحاول تنمي الوعي فاصبح في وعي. الناس خايفه على مصر يعني كل المصريين خايفين على مصر لان احنا شايفين في دول حوالينا بتتفتت في دول وقعت في دول انتهت. يعني خلينا نقولها بطريقه ثانيه واسمح لي يا استاذ جمال وحضرتك صحح طبعا حضرتك صاحب الراي في هذه الحلقه مش انا لكن هي الفكره المصريين ما عادوش مستعدين لاي مغامره. طبعا طبعا لانهم احنا اتكوينا المصريين اصيبوا يعني اتاذوا اذى كبير جدا من ما حدث قبل ذلك. ما اعتقد ليس لديهم اي استعداد لاعاده هذه الكره لان احنا شفنا كانت الصوره الهدف او يعني الناس ضحكت على المصريين على الشباب وضحكوا على ده لكن كان لاهداف خبيثه والاهداف خارجيه والاهداف يعني لصالح جهات معينه. لكن ما عندناش استعداد ان احنا
لا ندمر بلدنا تاني، ما عندناش استعداد ان احنا نأذي بلدنا تاني، عندنا استعداد ان كلنا نتكاتف من اجل بناء مصر بناء حقيقي، وكل المحاولات اعتقد فاشلة. ومن غير يعني اسمح لي فلسفة، فضل المصريين المرة دي افتكر يعني مصممين على انهم يحلوها بايديهم وبالعقل وداخليه، مش هيحلوها باي طريقه ثانيه. واحنا ممكن شايفين احنا رغم كل التداعيات قدرنا ننتصر على الارهاب، رغم كل التداعيات والاسعار والغلا والكلام ده، لكن المصريين قوه واحده وهيحلوها ان شاء الله وتتحل باذن الله. باذن الله باذن الله. استاذ جمال هستاذن حضرتك، نروح نتابع مع حضرتك ومع الساده المشاهدين موجز لاهم واخر الانباء. عوده مشاهدينا الكرام لهذه الوقفه الحواريه عن انعكاس الحوار الوطني على صوره مصر الخارجية مع ضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ جمال حسين الكاتب الصحفي. كنا قد توقفنا أستاذ جمال عند النقطة المتعلقة بإرادة المصريين على إصلاح بلدهم، على الحفاظ على بلدهم، على عدم المغامرة وقدرتهم بإذن الله على الإصلاح، من منطلق يمكن كمان الرئيس السيسي نفسه أشار له في العام الماضي في إفطار الأسرة المصرية على يقينه الراسخ على حد تعبيره بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات التي تتيح لها البدائل المتعددة. واسمح لي السادة المشاهدين، رغم كل الصعوبات أنا شخصيا أحيانا بحس أنه كلنا متفائلين. لا المصري كمان يا أستاذ جمال ربما تخرج منه يعني حلول مدهشة غير متوقعة. هو يعني دائما ربنا بيلهمه شيء من الاعجاز للتاريخ ان صح التعبير. الى اي مدى تتفق مع هذه الفكره وما قاله الرئيس في العام الماضي؟ اتفق معك جدا. يعني لو قلنا حتى لو حاجات اللي بتمسنا شخصيا، رغم الارتفاع الكبير اللي حصل في الاسعار مثلا، الا ان الدوله المصريه وقفت وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقفه كبيره جدا، ورغم كل ده الا ان كل اسره مصريه بتحاول تدبر امورها بشكل كبير جدا. يعني لما تيجي تحسبها العقل يكاد يجن في الحاجات، يعني في ارتفاع ومع ذلك الامور الحمد لله تسير. في تعب، كلنا تعبانين وفي مشاكل، لكن الامور بتسير والامور شهر رمضان شفنا قد ايه الناس اللي كانت خايفه من شهر رمضان واللي يحصل في شهر رمضان. شهر رمضان كان افضل شهر من شهور السنه، التكافل الاجتماعي، وشفنا قد ايه المصريين ادهشوا العالم ان كان كل الامور ما فيش بيت كان في مشكله في شهر رمضان. فده الحقيقي، ده المصري دايما، المصري يعني قادر على الشدائد ويظهر في وقت الشدائد، ودي شدائد عامه يعني العالم كله بيشهد. ياما عدى على مصر والمصريين اكتر من كده، ياما عدى، ياما دقت على راس طبول زي ما بيتقال فعلا. يعني والعالم كله في مشكله، في غلاء، الغلاء موجه غلاء عالميه، في حروب في كل مكان، في تداعيات، في تحديات، في حاجات كتير جدا. مصر صامده، ورغم كل المؤامرات اللي حيكت لمصر لإسقاطها، وكل ما يعني كله اشتغل ضد مصر، لكن الحمد لله ربنا حافظها، وربنا حافظها بأولادها، وأولادها قادرين على حمايتها وقادرين على إعادة مصر زي ما كانت وأفضل. وأعتقد إن السنوات اللي جاية إن شاء الله مصر يعني هتنهض نهضة كبيرة جدا، وإحنا شايفين قد إيه اللي اتعمل في البلد دي. اتعمل حاجات كتير جدا حتى لو ما كناش حاسينها بشكل والله كبير. أنا دايما أقول يا أستاذ جمال، وسامحني ويسامحني السادة المشاهدين برضو في ابداء الراي في النقطه دي، يعني افتكر انه في قول للمصطفى عليه الصلاه والسلام بيقول القدر معلق بالنطق به، وتفاءلوا بالخير تجدوه، خيرا تجدوه، ورب العزه يقول اني عند ظن عبدي بي. فكره كمان انه احنا نتشائم من المستقبل كاننا بنقول القدر تعالى بالشكل ده، وفكره انك انت تتفائل كانك انت بتقول باذن الله القدر هيبقى بالشكل ده. معلش يعني لقيتها فرصه لدعوه بهذا المعنى، ده حقيقي، وخصوصا انه حضرتك بتامل وانا بامل ولا نملك الا التفاؤل. وسؤالي هنا برضو علشان ندخل بقى في نقطه الصوره الخارجيه، واسمح لي اضمنها في تساؤل بيطرحه البعض، ايه المكتسبات السياسيه والاقتصاديه والمجتمعيه المرجوه من نتائج الحوار الوطني، اضافه طبعا اللي حضرتك ذكرته قبل قليل، ومن بينها انعكاسه على الصوره الخارجية المصرية؟ لأنه كمان هي قصة مش دعاية لمصر، هي قصة أن الصورة دي كمان بتصل إلى صديق وبتصل إلى عدو ومتآمر وكاره لمصر. فأكيد الصورة دي هي برضو أحد أدوات السياسة الخارجية وأحد أدوات تحقيق الأمن القومي.
كأنك تقول لعدوك لن تستطيع. استاذ ايمن اسمح لي الاول ان انا يعني اقول لحضرتك حاجه، يمكن احنا سافرنا كتير رؤساء تحرير مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولات خارجيه، كانت دايما الصوره عن مصر مغلوطه لدى الاعلام الخارجي، وكان كل الاعلام الخارجي يعني حاطط مصر في يعني كورنر حقوق الانسان وحاجات كتير كده، وكان يعني الرئيس دايما السؤال الاول في الحاجات في الشأن حقوق الإنسان والكلام ده. الدعوة للحوار دي أعتقد لغت كتير جدا من هذه الفكرة الموجودة لدى الإعلام الخارجي ولدى بعض المنظمات الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان اللي بتكرس لده. طيب أنت بتقول ما فيش حوار، لا في حوار، حوار مجتمعي عد له إعداد كبير جدا لمدة سنة، إعداد حقيقي، إعداد جيد في كل القضايا اللي بتبص ده. ويمكن احنا كان ما أحد المكاسب المهمة من حوالي 3 شهور الاجتماع مجلس حقوق الإنسان اللي راح فيه وزير العدل، كان النظرة هذه المرة لمصر كانت نظرة محترمة ونظرة قوية ونظرة شفافة، واتقال فيه أن مصر مهدت للاستراتيجية يعني عم فعالة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وبتبدأ حوار وطني حقيقي. يعني احنا استفدنا من الحوار قبل ان يبدا الحوار. العالم كله نظر الى نظره ان لا، يعني الدعاوي الكاذبه والتحريضات والحاجات السيئه اللي بتنشر على مصر واللي بيقودها لوبي صهيوني مع الاخوان او التنظيم الدولي للاخوان في الخارج بيحاولوا يشوهوا الصوره في كل المحافل العالميه، لا الصوره تختلف. شفنا الجلسه كانت فيها كل اطياف الطيف السياسي، شفنا السياسة وشفنا المعارضة وشفنا الحكومة وشفنا المؤيد وشفنا المعارض، شفنا ائتلاف 30 يونيو، شفنا حاجات كتير جدا في الجلسة الافتتاحية دي. هذه الصورة تم تصديرها للخارج وحضرها كل مراسلي ووكالات الأنباء والعالمية، حضرها بعض السفراء العرب والأجانب في هذه الجلسة، شافوا بنفسهم. الإعلام نقل هذه الصورة للخارج، اتنقلت بشكل كويس، نظر إليها على مستوى الحكومات وعلى مستوى رؤساء الدول نظرة جيدة. ده اللي بيحصل في مصر، حوار وطني حقيقي لم يحدث خلال السنوات العقود الماضية، رغم أن حصل حوارين وطنيين قبل كده أو 3 حوارات وطنية، لكن لم يكونوا بهذا الزخم الذي يشهده هذا الحوار الوطني. زي ما قلت لحضرتك كمان، يمكن الصورة الخارجية لمصر في نتائج يعني تحقيق هذا الحوار الوطني أو إقامته أو إدارته ممكن تصل إلى أنها تكون فعلا أحد أدوات السياسة الخارجية الناعمة، زي ما كان لمصر أدوات سابقة في العقود الماضية، بمعنى أنها تصل والكل يستشعر انه في مؤامره على مصر مستمره ومتغيره ومتطوره تأكيد ومتناميه ومعقده الى اخر كل هذه المعاني. فهي ممكن تكون اداه جديده مناسبه لتحدي جديد. شايف المساله ازاي؟ لا ده حقيقي، ده واقع بالفعل. يعني لما اشوف انا خلال السنه اللي فاتت دي او الشهور الاخيره لما يصدر قرارات عفو رئاسيه عن بعض النشطاء او بعض المحبوسين والصادر ضدهم احكام قضائيه نهائيه، فده متغير مهم جدا. لما يصدر قرارات إخلاء سبيل ل 1400 ومنهم بعض المتهمين في قضايا سياسية، ده متغير ينظر له على مستوى العالم نظرة تانية خالص. والدولة جادة، يمكن يعني لجنة العفو مستمرة، وأعتقد سيتم الإفراج تباعا عن دفعات أخرى من المحبوسين. هذا ينظر لي نظرة يعني مهمة، ويترقب العالم كله وبعض الدول والمنظمات يعني ما عندهمش حاجة يدخلوا منها لمصر. انت بتقفل عليهم كل الثغرات اللي ممكن. طب علشان نقفل كمان الثغرات، وافتكر انه المشاهد المصري المتخصص والمثقف والبسيط ورجل الشارع وهو يتابعنا او قطاع منه يتابعنا الان يتساءل ماذا يفيدني الحوار في النقطة اللي يمكن حضرتك ركزت عليها مرة واثنين وثلاثة، وتساؤلي كان عن السياسة والاقتصاد والنتائج المجتمعية أيضا. ماذا يفيدني هيخفض الأسعار؟ هو ممكن ده يحدث يا أستاذ جمال بشكل غير مباشر نتيجة إقرار سياسات اقتصادية مختلفة بعد نهاية هذا الحوار؟ أكيد أكيد. محور اقتصادي محور مهم، والمحور المناقشات هتشمل كل من هم شأن اقتصادي، خبراء اقتصاد
وزراء اقتصاد سابقين، بعض المتخصصين في المجال الاقتصادي بشكل كبير. يعني الاقتصاد يعني في من دلوقتي مطالبات بالتوسع في الزراعه، بالتوسع في الصناعه، بالتوسع في المصانع، كل ده من شانه ان نشغل الايدي العامله، نقضي على البطاله، نزود الانتاج. الدول بتكبر وتنمو وتحل مشاكلها بايه؟ ان هي تشتغل وتنتج. الصين وصلت فيما وصلت اليه رغم ان شفت تعدادها قد ايه، 1.5 مليار نسمه. فيعني احنا دلوقتي والله الهند في اخر احصائيه سبقتها دلوقتي، يعني عدتها بحوالي 10-15 مليون. يعني احنا عندنا، والهند برضو ما هي دوله برضو كبيره، يعني طبعا احنا دلوقتي محتاجين العمل العمل العمل، وده اللي بيدعو ليه سياده الرئيس. واعتقد لو احنا بدانا نعمل هنكون سله غلال العالم ان شاء الله تاني، وتعود مصر قويه. احنا محتاجين نعمل، محتاجين المصريين يعملوا. اعتقد كل الانسان ما يعمل هيحل كل مشاكله. احنا عندنا ازمات اقتصاديه برؤيه اقتصاديه واضحه، بسياسه اقتصاديه واضحه، بحكومه تلبي مطامح الشعوب وتلبي مطامح المواطنين. اعتقد هنوصل للي احنا عاوزينه. ما اعتقدش، النظره مش متشائمه، انا متفائل وحضرتك متفائل واعتقد المصريين متفائلين ويطمحون ان شاء الله ان ده يتحقق. وباذن الله هذا سيتحقق على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا مؤملين فيه امل كبير جدا انه يقودنا الى مصر الجديده اللي احنا كلنا ان شاء الله بنحلم بها، وان شاء الله هنشوفها واعتقد قريبا جدا ان شاء الله. مصر والمصريين اللي علموا البشريه طبعا الصوره الحلوه، هم اللي قادرين يرسموا لنفسهم الصورة الحلوة رغم كل الصعوبات ورغم كل السواد اللي ممكن يكون البعض بيشوفه. بشكرك شكر جزيل، شرفتنا. شكرا أستاذ جمال حسين الكاتب الصحفي، وأتمنى تكرار اللقاء مع حضرتك في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أنا سعيد أن كنت موجود، ورب تكون ضيف خفيف على السادة المشاهدين. شرفتنا وأسعدتنا. وحوارنا التالي مشاهدينا الكرام سيكون عن جهود مصر في مكافحة الفساد في ضوء إصدار مجموعة من التشريعات القانونية الخاصة بهذا المجال، وسيكون مع سيادة اللواء الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة وعضو هيئة التدريس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. تفضلوا بالبقاء معنا.